والسيد إيقافه وفق الإجراءات القانونية الوظيفة العمومية في حال ارتكاب معناها إخلال جسيم، وقع إيقافه خلاص عن خلص. العمل، وقف إيقاف وقع إيقافه عن العمل، وماهوش فما معناها وقع بالصدفة. احنا هذا فقنا به كإدارة في إطار المراقبة الدورية في التدقيق الداخلي للمؤسسة بعنوان 2020، وتم اكتشاف هذا الخلل الإخلال وهذا الفساد، وتم اتخاذ الإجراءات الجارية بالعمل، إيقافه، إعلام النيابة العمومية، إحالته على مجلس التأديب. وفي مثل هذه الوضعيات ضروري أن يقع اقتراح عزل والمقترح عند سيد وزير الفلاحة للإمضاء. دونك ما نعرفش وقع إخلال وقع سرقات، شنو موقف، شنو ما فهمتش. فما لوم انه شنو تم تامين المبلغ من عند السيد اللي استولى على الفلوس، انه تم تامينها في الاداره العامه يعني لهنا، هل انه قانوني او غير قانوني الاجراء هذا؟ ولا صحيح ولا لا؟ وقع بيان سور، احنا عندنا جيستيون اوتونوم بالنسبه للمؤسسه دي، وان اجراءات تصرف واضحه، وللمدير العام انها السلطه التقديريه لاداره المؤسسه، وتخضع اداره المؤسسه للامر 508 عام 1999 اللي ينص على كيفيه اداره المؤسسه، معناها من غير حتى اجتهاد، واحنا كلنا في ادارتها وفي تامين المبلغ المالي هذاك ضروري، هذاك معناها من الماليه العموميه يرجع للديوان، وقع معناها تامين ارجاع المسروق، وما فهمش شنو المبلغ اللي تم تأمينه. وقع تقديره بأكثر من 10 مليون 10 10000 دينار، معناها 10 ملايين وتم معناها اتخاذ الإجراءات ضده، وبالرغم اللي فما اللي يشتكي وما توسطوا له باش نسامحوه وباش ناخذوا إجراءات تخفيف وكذا، ولكن تمسكت الإدارة العامة بتطبيق القانون.